على كل حال كل ده، بس خلينا الاول نروح لزميلنا العزيز احمد عويز الناقد الرياضي، هو لسه موجود او متواجد في الدوحه، لان امبارح بقى احنا محتاجين نعرف الاجواء قبل المباراه، اثناء المباراه، وبعد المباراه والتتويج، ايه الاخبار، ايه اللي حصل. يا عويز بونجور عليك ومبروك. انا مش عارفه انت كنت مع الارجنتين ولا فرنسا في الاول، انت كنت بتشجع مين؟ كوكب الارض كله كان بيشجع الارجنتين امبارح الا انا واكيد عليك. تقريبا الا انا انت الوحيده في كوكب الارض اللي ما واثنين كانتش. ثلاثه كمان سعيد يعني مبروك. انه حتى ديدي دي شامب قال، انا قلت لك امبارح لما دخلت مع كيرتي وكريم، انه ديدي دي شامب قال ان بعض الفرنسيين عايزين الارجنتين تكسب، والحقيقه انه فرحه الكوكب الارض بفوز ميسي بكاس العالم وختام تاريخه الكروي الحافل بكاس العالم كان فرحه للعالم كله الحقيقه، لانه لعيب يستحق انه يختم تاريخه بالحصول على كاس العالم. هو زي ما بيقولوا كده قفل اللعبه، عمل كل حاجه في الكوره، فكان يستحق النهايه دي. ولكن الحقيقه هو المباراه كانت قبل المباراه كان في ترقب كبير، حضور جماهيري كبير جدا. طبعا الاكثر كان جمهور الارجنتين، اللي هو من وجهه نظري اللاعب رقم واحد في البطوله واللي ادى البطوله طعم. انت متخيله انه 40,000 جايين من الارجنتين انا هواندا قاعدين في مكان عاملين زي مدينه كده ليهم، مقيمين فيها وموجودين من اول يوم في البطوله لحد اخر يوم، 30 يوم موجودين ومنقولين مسافه كبيره جدا من السفر وقاعدين ورا فرقتهم، والحقيقه هم بطل من ابطال البطوله. في اثناء المباراه طبعا الماتش راح وجي وراح وجي، محدش كان متوقع خالص هذا السيناريو. لما نقول انه في اثنين لعيبه دخلوا المباراه وهم بيصارعوا بعض على هداف البطوله، الاثنين جايبين 5 اهداف، فتنتهي المباراه واحد جايب 8 والثاني جايب 7، لا ده نهائي هو الاجمل في التاريخ باعتراف كل الناس، والحقيقه البطوله كانت تستحق هذا النهائي بمراحلها كلها وبخط سيرها من اول بطوله لحد مباراه الامس. هي لازم النهائي يبقى كده، يعني لازم النهائي يبقى شكله كده، اللي هو يبقى الناس خارجه بتقول ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ وزي ما الناس كانت بتنتقد البطوله واقامتها في قطر من 12، احنا قعدنا 12 سنه في هجوم شديد على قطر، هنقعد بقى 12 سنه تاني الناس بتشيد بكاس كل ما يجي كاس عالم تاني. نقطه مهمه قوي بصراحه يا عويس بجد. يمكن كمان انفانتينو كان ليه تصريح قال لك ان دي من افضل النسخ اللي اتعملت، رغم كل التحديات، رغم الانتقال بتاع التوقيت، رغم الناس اللي كانت بتهاجم، رغم الناس اللي قالت لك وقللت من موضوع ان دوله عربيه تحظى بالفرصه دي، كل الناس كانت معظمها مش متخيله ان المونديال ده بصراحه هيطلع بهذه الاحترافيه، خلينا نقولها بهذا الشكل. فأنا دايما بحب الرد اللي يكون على الأرض يا عويس، يعني قطر ردت على الأرض، قطر ما كانتش بترد على أي انتقاد بيجي، ردت على الأرض إن هي أبهرت كل الناس وأسكتتهم، خلينا نقولها بهذا الشكل. يعني من قبل افتتاح البطولة بيومين البيان اللي طلع من الفيفا ومن اللجنة المنظمة القطرية، احترام تقاليدنا واحترام أرضنا والبطولة هتمشي زي ما احنا عايزين، من اول لحظه بان وظهر انه قطر هتعمل حاجه عظيمه. مع مرور الوقت والبطوله بتمشي كل ده بدا يتحقق يوم ورا الثاني لحد ما شفنا امبارح النهائي العظيم ده. والحقيقه كمان اللجنه المنظمه عملت حاجه لطيفه جدا، ان هي عملت اتوبيس مكشوف للمنتخب الارجنتيني مشي في شوارع الدوحه امبارح احتفلوا، واحنا ما شفناش ده قبل كده، يعني انا ما شفتش ده قبل كده في اي كاس عالم ان الدوله المنظمه تعمل اتوبيس مكشوف لفريق فائز بالبطوله يلف بيه ويحتفل بيه مع جمهوره. طبعا الحقيقه ما سابوش اي حاجه للصدفه، والحقيقه انه مونديال مبهر جدا جدا على كل المستويات، على مستوى الكوره وعلى مستوى التنظيم وعلى مستوى المتعه وعلى مستوى حضور الجماهيري، كل المستويات الحقيقه يعني مش لاقيين غلطه، يعني عمالين هم بيدوروا على غلطه. فالصحافه بتقول، الصحافة الإنجليزية بدأت تقول أصل الدشت العربي اللي لبسه ميسي دار على الشعار المنتخب، والحقيقة ده كان إطفاء لمسة عربية خليجية على النهائي وعلى الكاس، حقيقة لفتة رائعة. وبتقول إن البطولة، لا البطولة دي عندنا، البطولة عربية وهتمشي عربية، حتى لحظات تسليم الكاس
هتبقى بلمسه عربيه. والحقيقه ناس يعني كل الناس اللي اتكلمت معاهم نجوم كوره قدامى اوروبيين ولاتين، صحفيين اعلاميين، حقيقه مبهورين تماما، ومحدش هينسى قطر. وزي ما بقول لك انا هون هنقعد كل ما يجي كاس عالم الناس تبدا تقول شفتوا قطر عملت ايه، شفتوا قطر على عملت ايه. فكرة دي حقيقة، دي حقيقة بصراحة، وهيقارنوا. وفي أمريكا إن شاء الله النسخة القادمة زي ما اتقال قبل كده حطوا بريشر على أمريكا هي والدول اللي هتنظم معاها، يعني إن هم يطلعوا نسخة بهذا الشكل، فدي بريشر تاني أو ده بريشر تاني خالص. انت متخيله انا هوندي احنا في كاس العالم هنا في قطر كنت بركب المترو 4 محطات اتنقل من ملعب لملعب. احنا ان شاء الله ان شاء الله بعد 4 سنين عشان نروح من ماتش لماتش في امريكا او المكسيك او كندا ممكن نسافر 7 8 ساعات بالطياره جوه الولايات المتحده الامريكيه صح، عشان نحضر من ماتش لماتش. فالحقيقه فكره المساحه الضيقه اللي كانوا بيراهنوا ان هي تبقى عامل فشل بتنظيم البطوله بقت هي اجمل ما في البطوله. صح، فكره حضور المباريات الكتير جدا مظبوط، لكل الناس خلى كل الناس مبهوره ومبسوطه، وفكره المساحه الضيقه من الارض خلت كل الناس جنب بعض، خلقت حاله من الالفه والتفاعل. يعني في مثلا في روسيا كان في 11 مدينه و12 ملعب، قاره كامله بتنظم البطوله. فالمنتخبات اللي بتلعب في البلد دي جمهورها موجود هنا، المنتخبات اللي بتلعب هنا احنا الجمهور 32 منتخب موجودين. يعني يعني لما خرج المنتخب القطري الدوله المنظمه 31 منتخب جماهيرهم كلهم موجودين في الدوحه. فيعني انت متخيله انه الناس بتتحرك مع بعض في المترو، بتروح بترجع مع بعض في المترو بعد الماتشات، وهم رايحين بالليل يسهروا او يحضروا امسيات بالليل، كله جنب بعضه، كله بيتحرك مع بعضه. فعملت حاله من التفاعل. يعني انا اول فاهمه قصدك، انا فاهمه قصدك. بيبقى فيه كمان فكره هنا انتقال الثقافات او تنقل الثقافات بشكل بالظبط سلس جدا، بالظبط بدل انت ممكن تكون لفيت العالم كله كفكره تعرف على ثقافتهم من نفس المكان اللي انت فيه. فهي دي البوينت او هي دي المغزى اللي بيبقى برضو من ورا تنظيم محترم او محترم او محترف. يعني ده فعلا شفناه او لمسناه من كذا حد كان حاضر هناك كمان في الدوحه، يعني كاس العالم. كنت عايز تحكي عن موقف حصل، اتفضل يا عويس. في موقف حصل مثلا في مباراه المغرب وكرواتيا ماتش الثالث والرابع، شاب لبناني خطب صديقته اللبنانيه في المدرجات. يعني حاجه حتى مكان ممتاز برضو. ايه يعني ولبناني يعني مش مغاربه ولا كروات، لا دول لبنانيين. فالحقيقه حاجات لطيفه بتحصل. وانا قلت لكم امبارح انه مارتينيز الحارس الارجنتيني قال في المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراه ان هو جاهز لضربات الجزاء، وتقريبا هو كان عارف ان ده هيحصل، كان قرا السيناريو. هو كان بطل زيه زي ميسي بالظبط المباراه. حقيقه يعني في كلام كتير جدا يتقال عن البطوله، فيعني لو عندك حاجه تسالي. انا عندي حاجه غريبه بقى، انا عايزه اروح معاك حاجه غريبه. لو هنرجع شويه بالتاريخ، رونالدينيو مثلا راح باريس سان جيرمان 2001، انا جايبه بالارقام، فاز بكاس العالم 2002 مع البرازيل. مبابي راح باريس، راح لباريس يعني او نادي باريسي كان عام 2017، فاز بكاس العالم 2018 مع فرنسا. ميسي راح لباريس سان جيرمان برضو 2021 وفاز مع الارجنتين 2022. في حاجه معينه في باريس سان جيرمان يعني خلينا نفهم. طب خلاص احنا ان شاء الله نقنع محمد صلاح يعني باريس سان جيرمان سنه 2025 بجد والله، يعني بعدها بسنه، يعني كل اللي انا قلته ده دلوقتي اللاعب ينتقل بعدها بسنه بيتوج بكاس العالم مع المنتخب بتاعه، فواضح ان في حاجه بقى. هي مفارقه لطيفه والارقام يعني الارجنتين لعبت مع ميسي نهائيين كاس عالم فازت بواحد وخسرت واحد، فرنسا لعبت نهائيين كاس عالم مع مبابيك فازت بواحد وخسرت واحد. الأرقام كتيرة، الأرقام مبهرة في البطولة، الأرقام الجماهير. طبعا ممكن يكون باريس عنده ساحر معين، فاحنا إن شاء الله نقنع صلاح إنه يروح يمكن ناخد كأس العالم 2026. والله يا ريت. طب عويس انا عايز اروح معاك برضو بعض المشاهد اللي كانت حلوه هناك، لان خلي بالك مهما الكاميرات نقلت برضو مش زي الناس اللي تكون متواجده. يعني فكره هنا اولا بعد خساره فرنسا، انت كلنا شفنا المشهد، الاستاد هناك مش زي ما بيبقى فريق وفريق، لا الناس من الارجنتين على فرنساويين، يعني المدرج الواحد ممكن تلاقي ده واحد وواحد. فازاي بعد ما الارجنتين فازت يعني دول بيفرحوا واللي جنبهم زعلانين، ازاي كانت اللقطه
دي بالظبط. تاني حاجة عايزة أروح برضو معاك لفكرة هنا فرح الديباني، وهي طبعا السوبرانو المصرية اللي كانت بتقول النشيد الفرنسي بطبعا شكل محترف جدا. أنا سعيدة بيها، كانت لقطة برضو عجبتني بصراحة، فخليني أعرف منك كده ولو في لقطات تانية برضو لو عايز تحكي لنا عنها. هو الحكم لما انهى المباراه، الفرقتين جمهورهم كان بيحتفل، الجمهور الفرنسي بيحتفل بفريقه اللي قدر يوصل للنهائي للسنه الثانيه، للبطوله الثانيه على التوالي، فضل في المدرج وحيا لعيبته. الجمهور الارجنتيني بيحتفل بالبطوله، حيا مبابي لما طلع خد جائزه الهداف. هي دي الكوره على فكره، صح. الكوره في العالم كله مكسب وخساره، عندنا احنا مكسب بس. يعني البلد الوحيده اللي الكوره فيها مكسب بس هي مصر. العالم كله مكسب وخساره، الجمهور الاثنين قعدوا. لو شفتي مشهد المدرجات ما فضيتش غير لما كل مشاهد التتويج خلصت وانتهت. طبعا احنا كان عندنا مشهدين مصريين امبارح، فرح الديباني اللي غنت نشيد المنتخب الفرنسي، ويجز اللي غنى ما بين الشوطين الاغنيه بتاعت عز العرب. الحقيقه دي قوة الناعمة، يعني قوتنا الناعمة طول الوقت يا جماعة، قوتنا الناعمة هي اللي العرب كلها بيحبوها. احنا طول الوقت بننسى ان عندنا قوة ناعمة، الفن والإعلام والكورة هم طريقنا طول الوقت لاحتلال قلوب العرب. انت مش متخيل، يعني اكيد انت سافرت كتير يا هوند، وبتشوف الناس بتتعامل معانا ازاي، وبتشوفي حبهم لإعلامنا وحبهم لتلفزيوننا والدراما والفن والاغاني. احنا يعني لازم ناخد بالنا انه ده طول الوقت طريقنا للسيطره، ثقافتنا طول الوقت هي صحيح. اللي مسيطره. يعني ما بتلاقيش مثلا مصري بيتكلم مغربي او بيتكلم تونسي. انا اصلا ما بفهمش قوي اللهجات العربيه المختلفه، بس المصري يمكن اكتر لهجه فعلا واصله للوطن العربي كله، لان هي لغه السينما والفن زي ما انت قلت كده، يعني اللي هي قوه الناعمه اللي هي واصله للعالم العربي كله بصراحه، دي حقيقه. بالظبط، لما انت ممكن تلاقي مغربي بيتكلم مصري، تلاقي سعودي بيتكلم مصري وبيحبوا لهجتنا وبيتكلموها لان هي مسيطره واصله. فالحقيقه احنا انا مش عارف ليه احنا طول الوقت بنتعامل مع الامر ده انه حاجه، يعني ده يعني عندي تحفظات كتير مع تعامل يعني الناس مع الكوره والسينما والفن. يعني كلنا شفنا قطر في بطوله كاس العالم وصلت لفين. يعني قطر ما قبل كاس العالم حاجه وما بعد كاس العالم حاجه. الناس بقى تقول صرفوا 220 مليار وي صرفوا 220 مليار وبنوا بلد من اول وجديد. صح، ومش بس بنوا بلد اللي هي قطر يا عويس، اسمح لي هنا انا هضيف شويه. انت في بعض الناس والاجانب، حتى احنا لما كنا نتعامل مع بعض الاجانب من دول مختلفه، مش دول يعني ممكن مش لازم فرنسا او امريكا وكده، بعض الدول الاخرى ما بيبقوش قوي عارفين على فكره عن بعض الدول العربيه. ففكره هنا ان انت بتوصل للعالم كله ادي دوله من الدول العربيه، وربما تكون يعني اصغرهم كمان سواء شعبا او مساحه، بس انت بتتكلم شوف هي عامله ازاي ومقدمه ايه. فانت سلطت الضوء مش بس على قطر، انت سلطت الضوء على المنطقه بتاعتنا كلها لبعض الناس اللي هي عندها جهل بالمنطقه بتاعتنا. فدي في حد ذاتها ماركتنج للمنطقه العربيه كلها مش بس القطر ده، يعني الموضوع ممتد ما بعد قطر. ده نجاح كبير للعرب كلهم، انا بشوف كده بصراحه. اللي عملته قطر في كاس العالم هو بي ار للمنطقه العربيه، نقلها 20 سنه قدام. يعني انت لو الدراما الامريكيه لحد فتره قريبه كانت بتتعامل مع منطقه الخليج والمنطقه العربيه ان احنا لسه بجمال وصحراء. صح. فالحقيقه صح. يعني اللي حصل ده نقله، اللي جي لانه كل اللي حضر وجي المليون ونص مواطن اجنبي اللي جم ودخلوا قطر هيرجعوا ينقلوا كل اللي شافوه واللي حصل في البطوله، هينقلوا له شعوبهم وهينقلوا له وسائل الاعلام. في 7000 صحفي جم حضروا البطوله، ال 7000 صحفي دول هيبقوا ليهم انتشار واسع. يعني انتصارات على الارض كبيره جدا لدوله قطر وللعرب من البطوله. يعني اتمنى استغلالها، واتمنى ان احنا ما نقفش، ونتمنى ان في مصر عندنا نفكر يعني من النقطه دي، لانه
الحقيقه كاس العالم ما فادتش قطر بس، يا فادت المنطقه العربيه بالظبط كلها. كده بالظبط. اويس انا بتفق معاك جدا، وعندي كلام كتير ونقاط كتيره، بس انا هوفر او هحوش كل ده ان شاء الله ليوم الاربعاء. هيكون معانا زميلنا العزيز الناقد الرياضي الكبير احمد عويس بعد ما يعود بالسلامه من الدوحه باذن الله. فقره اعتقد تكون مهمه لحضراتكم كلكم تتابعونا. شكرا ليك جدا يا احمد، وترجع لنا بالف سلامه ان شاء الله.